يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم؟ نعم، معناه أن الذي يجري على اللسان من غير قصد، مثل قول ولا والله وبلا والله ولا يقصد اليمين، هذا لغو، هذا لغو اليمين، ليس فيه كفارة ولا مؤاخذة من الله. أما اليمين التي يعقدها الإنسان وينويها بقلبه، هذه هي التي يتعلق بها الحكم: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا نواها بقلبه وتلفظ بها بلسانه انعقدت، وإذا جرت على لسانه ولم ينوها بقلبه لم تنعقد، بل تكون لغوا. نعم.